السلام عليكم. والدرس اليوم الحالة الشرطية الثالثة اللي هي second conditional. second conditional الحالة الشرطية الثانية. تذكرون احنا اخذنا الزيرو واخذنا الحالة الاولى، وقلنا اثنين بهن مضارع بسيط بعد اف او مضارع بشكل عام، يطلع لي بالزيرو مضارع، وبالحاله الشرطيه الاولى يطلع لي لا ول كان ومي زائد مصدر. وقلنا اذا اعطانا بي راح نغيرها الى از وام وار، واذا اعطانا بي بالناحيه الثانيه نسويها ول بي او بالنفي كمان. وقلنا ننفي بدونت، وقلنا ننفي بدزنت، وقلنا الهاف يصير هاز، وقلنا تصير دزنت هاف ودونت هاف. هاي كلها اخذناها. اليوم راح ناخذ حاله الشرطيه الثانيه. اول ملاحظه لازم تعرفونها، اف هنا تتحول الى كلمه لو. اف شو تصير؟ لو، مو مثل الحالتين الاولى. اذا هنا تصير لو، تستخدم للاحداث غير متوقعه الحصول في الحاضر والمستقبل، يعني شيء غير متوقع غير حقيقي، يعني شيء ما ممكن يصير او ما يصير، شيء غير حقيقي. القاعده شو تقول؟ تقول اف الشرط وراها ماضي، شي يطلع لي؟ يطلع لي ود، كود، مايت زائد مصدر. بينما هناك بالاولى طلع لي ول، كان، مي. هنا شو يصير؟ ود، كود، مايت. انتم بس اكثر شيء تشتغلون على الود. ودنت، ماي نوت، كودنت بالنفي. اوكي؟ تمام. انتبهوا البنات وياي. عندنا اف بقولها شنو اجت لي؟ اجت لي وراها فعل ماضي. ايش طلعت لي؟ طلعت لي ود، كود، مايت. هنا ما لي علاقه بالفاعل، ليش؟ لان مو الفاعل احتاج اسوي داز او دو، هنا اي فعل كله فعل ماضي. وين المشكله؟ المشكله بحفظ الافعال الشاذه، المشكله بحفظ الافعال الشاذه. ممكن اف تصير بالنص؟ ايه. شنو يجي وراها؟ يجي وراها فعل ماضي بكل الحالات، باعوله فعل ماضي، فعل ماضي. اوكي؟ راح ناخذ ملاحظات حول هذه الحالة، ملاحظات حول هذه الحالة هي هاي المهمة. أولاً الجملة التي بعد اف، راح أحكي بس على الجملة التي بعد اف. الجملة الثانية بعدين أحكي عليها. يجب حفظ الأفعال الشاذة، لازم أحفظ الأفعال الشاذة. لان احتمال كبير يعطيني فعل شاذ ما يعطيني فعل قياسي. اثنين، في حالة النفي يجب ان نضع didn't. في حالة النفي يجب ان نضع didn't. لاحظوا he not right، شنو صارت؟ didn't right، didn't right، didn't. نعم. ما جاي تطلع لكم الصورة واضحة. يضغط على الشاشة بالأسر على الجهة اليسار. شوفوا يسموها في عادي نفس الشيء بالعرض يعني. شو احسن اكبر مو احسن؟ ليش يعني قصدي شو هسه احسن؟ هيك اوضح تردون هي؟ هيك اوضح تردون بلات؟ تردون هيك؟ كيفكم؟ تردون هيك؟ تردون هيك؟ كيفكم انتم؟ تردون هيك؟ يلا. استنى ما اشوف بعيدة حيل. هسه. هسه. لحظة هسه حتى ما تصير تروح على عرض الشاشة. هسه انتبهوا لي. بالنفي انفي بديدنت، يعني شلون؟
مطيني هي نوت رايت اسويها هي ديدنت رايت. اذا الملاحظه الاولى يا بطلات لازم حافظ الافعال الشاذه انا. الملاحظه الثانيه دين فين في ديدنت مو مثل المضارع دونت تو دزنت، ما عندي دونت تو دزنت، عندي ديدنت يعني اي فاعل. بعد الملاحظه الثالثه في حاله وجود هاف، عندي هاف اذا تذكرون ذيش الحاله اسوي هاف وهاز، هنا لا راسا هاد بغض النظر عن الفاعل ما له علاقه لان هي تصير ماضي. if he half صارت if he had، if they not half بالنفي سويت he didn't half. واضحه؟ طيب احنا عندنا half، انطاني half بين الاقواس بالماضي اقلبها هاد، بالماضي شقلبها هاد زين، بالنفي بس اخلي قبلها didn't، بس اخلي قبلها didn't. واضحه؟ يعني ما له علاقه بالمضارع، المضارع لازم اسويها دونت لو دزنت، مو صحيح ولا حسب الفاعل، هنا ماكو حسب الفاعل، لان هي اصلا كلهن ماضي. اوكي؟ اوكي بعد اذا انطاني بي، هاي وين حكي؟ قاعد احكي انا فقط على بعد اف، انطاني بي هذا الفعل بي. اعطاني الفعل بي. ما قاعد اشرح هسه على الملزماني، قاعد اشرح بشكل عام. صاف فاتح صفحه واحكي، اذا تلقين بالملزمه صفحه 30. اوكي؟ نجي في حاله وجود بي، انطاني بي. شو تصير بما يطلب الماضي؟ تصير ووز وير، شو تصير؟ was where، شو تصير was where؟ اوكي was where، اي was يا من المفرد I he she it، بينما where ويا من ويا they we you. واضح؟ لاحظوا هاي الجملة if he be شنو صارت was، if they be صارت where، مطيني not be صارت weren't، مطيني نوت بي مطيني وزنت. اوكي ماكو اشكال. بطلات ماكو اشكال. اي شريك معكم هسه سكرونوني الشاشه لان هي ملاحظات، سكروني يا الشاشه، سكروني الشاشة. اوكي يلا سكرونو. ها البطلات تمام زين. شوفوا هاي الملاحظة المهمة، كاتب لكم ملاحظة مهمة جدا. إذا وجدت هاي العبارة هلا 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 أكبر ضحى، أكبر ضحى. أوكي ما أشوفها، وينها ضحى؟ ضحى ماكو، ما مطتني طلب، شلون أقبلها؟ لحظة استاذ أسجلها. يلا الالتزام بالوقت هو هذا المهم. يلا يلا انتبهوا لي. شوفوا هاي الملاحظة المهمة جدا، ايش لقيت؟ لقيت اف اي يو، اف اي يو طبعا الاصح ترى على فكرة هي اي اي، اي اي عادي ماكو اشكال بها، اف اي يو وكاتب لي بي. بنات عندي اي، عندي بي، عندي يو، عندي اي، عندي بي، عندي يو، اغير البي الى وير مو ووز. راح تقول لي استاذ ليش؟ لان هي تمني. ليش؟ تمني معناها لو كنت مكانك. واضحه؟ ها البطلات. اوكي سكرنوها.
سكرنتوا؟ هسه ما طول ضحى اجت، خلي ارجع لها شويه حتى هم مراجعه لكم. باعوا لي، احنا قلنا هاي الحاله حاله بالماضي وحاله غير حقيقيه، قلنا اف تصير بمعنى لو، ورا اف يطلع فعل ماضي، اطلع لي ود كود مايك زائد مصدر، المصدر فعل مضارع خالي من الاضافه، ممكن اف تصير بالنص، اثنين وراهم فعل ماضي. شنو ملاحظات حول هذه الحاله؟ راح اخذ بعد اف، لان جملتين راح اخذ جمله اللي بعد اف. اول حاله لازم انا احافظ الافعال الشاذه، انتهيت من عندها. الملاحظه الثانيه بحاله النفي كلها اخلي didn't، لاحظوا نوت رايت صارت didn't. الملاحظه الثالثه هاف اقلبها لهاد، لاحظوا هاف تنقلب هاد، وبالنفي اخلي قدامها didn't. بعد اذا اعطاني بي اقلبهن was where، was I he she it where والبقيه، لاحظوا he be he was they be they were not be weren't not be wasn't. اكو ملاحظه مهمه بكتابكم، هي هاي الملاحظه I و you I و اكو نص بي مطيني اقلب هالوير نصات تمني، وهو ولو بالحقيقه لازم اي اي تنقلب، اي اي لازم تنقلب وير، بس هو هنا كاتب لكم اي يو تصير وير. اوكي ضحى؟ اوكي اوكي. نجي الى الشطر الثاني من الجمله، شوفوا الشطر الثاني قد سهل، بس نفتح القوس ونضع قبله ود كود مايت، ما نسوي شيء. باعوا شي هاف، بس اخلي قبلها لو ود لو كود لو مايت، لو ود شوفوا ما اسوي لها شيء، انطاني قوس بس اخلي قدامه ود كود مايت. اوكي ها البتول احكي، البتول الوسيط احكي. اوكي نجي باعيلي انطاني اسايا، وين احكي انا مو ورا اف بالجمله الثانيه، انطاني هاف اي فعل اي فعل، بس اخلي اشيل قوس واخلي قدامه لو ود لو كود لو مايت. اوكي زين، اذا نفي اسوي ودنت كودنت مايت نوت. اوكي زين، اذا انطاني بي بالقوس الثاني ما اسوي شيء، بس اخلي قبله لو ود لو ودنت، طبعا لو كود كودنت لو مايت لو مايت، شوفوا شي بي صارت شي ود بي، شي نوت بي صارت شي ودنت بي، ما اسوي لي شيء، واضح؟ يعني مثل الحالة الأولى أخلي لها ول وول نوت، هنا لا تصير ود ود نوت. أكو إشكال؟ سكرنو سكرنتو، هسه تقريبا انتهت الحالة، خلينا نروح نشوف الجمل. شوفوا لهاي الجمل راح احكي عن وحده وحده، اسولف عليهم على قولتهم وحده وحده. اوكي اوكي استاذ، بس خلي اشوف ياها اللي جت، اكو طالبه طبت يا العراق العراق. الله صار ما اعرف من زمان، هم بس نعرف العراق يعني موجود، يعني موجود لكم زمان اي تدخلون يعني موجودة زين تمام. العراق العراق منو انت؟ كنا العراق بويا، كنا العراق، بس خليني اعرفك منو. ما تقدر تحكي دز لي رساله يا بطل يا بطله حتى. السلام عليكم. عليكم السلام، منو منو؟ استاذ انا هذا اخذت تليفون ثاني حتى اشوف ليش ما تسحب الصوره. ها ها هسه استاذ بدي ما كلمه تلحق. اكو عندك مشكله؟ اذا اكو عندك مشكلة والله بصير حتى على اللابتوب. اي ليش لا عاد؟ شنو يصير؟ ليش البقية قاعد تنفتح؟ خاف اكو ما قاعد تشاركين العرب. لا استاذ هو استاذ دزيتك الصورة يطلع انت صورة ما شنيها. لازم اكو عندك مشاركة. جيبيها انه مو راح يسوون نت بالمدرسة. بطل. استاذ يعني جيب الجهاز وياي. اي حتى نعرف شنو المشكلة، نعرف شنو اكو عندك اشكال. اوكي باي هسه انت سمعي
وتقدر البنات يصور لك ويدزل لك، اوكي؟ استاذ غير تعيدها لو لا؟ ايش طبعا اكيد شو ما عيدها، بس احنا من نفهم هنا تروحون للصف مسيطرين. اجت لي هاي الجمله. تمام استاذ مشكور. باعوا لي. اجت لي هاي الجمله، وين اروح؟ باعوا لي. اروح للشطر الثاني، الشطر اللي ما بي اقواس. اوكي؟ دائما بإف الشرطيه اروح للشطر اللي ما بي اقواس، اوكي؟ نعم استاذ اوكي. شو مطيني؟ مطيني ود زائد مصدر، مطيني ود زائد مصدر، اذا هذا لازم يصير ماضي. اذا هذا لازم يصير ماضي، صح لو لا؟ حسب القاعده. نعم استاذ. زين عندي اي يو. قلنا البي شو تصير؟ تصير وير. البي تصير وير. شنو صارت؟ لو كنت مكانك انا تركت العمل حالا. لو كنت مكانك انا تركت العمل حالك حالا. واضح؟ نعم استاذ واضح. اجي للجمله الثانيه. شنو عندي؟ عندي وي. العفو اف. اف جايه بالنص. ايش مطيني؟ مطيني ود زائد مصدر، اذا هذا لازم يصير ماضي. اذا هاف لازم يصير ماضي، احنا ايش قلنا؟ قلنا هاف شو تصير؟ هات. هاف شو تصير؟ هات. اوكي؟ نعم استاذ اوكي. اجي للجمله الثالثه. ايش مطيني؟ مطيني وير يعني ماضي، اذا هذا لازم يصير ود زائد مصدر. هذا لازم يصير ود زائد مصدر او كود زائد مصدر او مايت زائد مصدر. ما طول عندي بي، اشيل الاقواس واخلي ود، لو كود لو مايت بكيفك. ماشيه؟ اعيدها ولا يهمك، باعي لي. شو مطيني؟ مطيني ماضي. اذا اعطاني ماضي لازم انا شنطي. سولفوا؟ اذا اعطاني ماضي لازم انا شنطي. اوه ماي جاد. اذا مطيني ماضي لازم انا شطي، لازم اعطيه ود زائد مصدر حسب القاعده. بوي نرجع للقاعده. يا الهي انا لو عارف الخرس هذا ليش شنو عندهم ارتاح. شنو عندي؟ مطيني ماضي لازم شطي ود. مطيني ماضي لازم شنطي، لازم اعطيه ود. هسه نرجع للثالثة. ايش مطيني ماضي؟ لازم شنطي. عافية. زين نعطي ود. المصدر ما اسوي له شيء، بس افتح القوس واخلي ود. فتحت القوس وخليت ود. واحد يقول ثاني، طالبة ثانية تقول ما اقدر احل بود، اقدر احل بكود، حل بكود، كود بي. ثالثة تقول اقدر احل بمايت، حل بمايت. بس شيل القوس وخلي ود. اوكي؟ هلا. الصوت اي انت قاعد تسمعين لو لا؟ اذا انت قاعد تسمعين اذا المشكله عندهم نتهم ضعيف. اي طالب شو ما طول اكو طالب واحد يسمع، اذا ماكو مشكله بالبرنامج، صح لو لا؟ نعم استاذ. اي معناه اكو عندهم مشكله. وين؟ عندهم مشكله بالنت مالهم، لو النت ضعيف، لو يدوسن على اي لو يدوسن، لو يدوسن على من يدوسن على ال على السماعه فتخرب. هسه باعوا لي اعيدها. مطيني ماضي شنطي، انطي ود زائد مصدر، انطي ود زائد مصدر. اجي للرابعه. باعوا لي الرابعه. شو مطيني؟ مطيني مايت زائد مصدر. لازم هذا الفعل شو يصير؟ ماضي. لازم الفعل يصير ماضي. السي شو يصير؟ سو. اللي ما حافظ السي سو ما يقدر يحل. شاب هذا الفعل. اوكي؟ نجي للجملة الخامسة. شو مطيني؟ مطيني ود زائد مصدر، ود زائد مصدر، ود زائد مصدر. إذا لازم أسوي هاي إلى ماضي. عندي هي تقلب ووس. عندي هي تقلب ووس. نجي للجملة السادسة. باعوا لها عدل الجملة السادسة. باعوا لها عدل الجملة السادسة. شو مطيني؟ مطيني هاد يعني فعل ماضي، يعني هذا لازم اسويه ود زائد مصدر. سويت ود زائد مصدر، ليش قدمت ساد؟ شو قدمت الفعل على الفاعل؟ الجمله استفهاميه، الجمله استفهاميه. واضح؟ الجمله استفهاميه في حاله الجمله استفهاميه نقدم
الفعل على الفاعل. انتهت. اوكي نرجع نجي للجملة السابعة. الجملة السابعة شنو عندي؟ عندي كود زائد مصدر، إذا هذا لازم أسويه ماضي. هو أعطينا نفي بس نخلي قدامه didn't، اتفقنا؟ إذا نفي بس نخلي didn't، ما نتعب روحنا didn't. أوكي أجل الجملة الثامنة. شو مطيني؟ مطيني felt يعني ماضي. وشلون عرفته ماضي؟ feel felt felt، يعني أنا لازم أحافظ الأفعال الشاذة. ما طول ماضي لازم يطلع لي would. زين هي نفي صارت wouldn't or be أو my not or be أو could not or be. انتهت الحالة كلها كاملة وحلينا التمارين وحلينا يعني قصدي عفوا حلينا أسئلتها. سكرونوا الأسئلة، سكرونوا الأسئلة حتى ما نتعبيها، حتى من أعيدها بالشرح راح أعيدها النفس حتى ما نسكر ما نتعب. سكرونوا إياها، سووا سكرين. أوكي روح الجملة ثمانية، ستة وسبعة وثمانية سكرونوها. باول هسه خلصت. هسه راح نروح وين؟ نروح الكتاب للنشاط. فتحوا لي صفحه بالضبط يمكم كتاب النشاط واللي شو 54 تمرين بي، 54 تمرين بي، 54 تمرين بي. كتبوا عليه حالة الشرط الثالثة اللي هي يسمونها second conditional، second conditional هاي حالة الشرط الثالثة يعني حالة الماضي. راح نحلها. هاي الجملة الأولى دائما، هاي الجملة دائما 54 دائما تمرين بي ومهم. شوفوا خلني اكتبه منه، مهم 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 مهم. ها انطتنا طلب انضمام، ما يخالف تضغط مره ثانيه على الرابط. تضغط مرة ثانية على الرابط. هاي البطلات شنو ولا عيد؟ شنو عيد؟ يا هو أنت والمال خلي عرفت. حياتي باي يعني دخلتي باي. هسه وين جيت؟ من راح أشوفين التمارين راح تعرفين شو أنا حل. صفحة 54 قدامكم الصورة صح ولا لا؟ إيه. اللي هاي هذا الكتاب. النقطة الأولى دائما يجيبونها باعوا لي. طبعا انت راح تقولوا لي هنا استاذ انت هنا مطينا قوسين. هاي كل ساعة وقت تدخل هي هاي اللي راح تموتني. ياهو هذا السكر مدري ياهو ما اعرف. حوراء. اوكي باعوا لي. راح تقولوا لي استاذ هنا مطيني قوسين.
بالوزاره ما يجيبون هيك قوسين، يجيبون لك وحده، واذا رادوا يجيبون قوسين يعطونك الحاله، يقولون لك يابا حاله السكن واضحه؟ واضح. اجري الجمله. هسه اي هاف راسا اقلبها هات بعد بدون مناقشات، احنا اتفقنا هاف تصير هات. الفعل الثاني اشيل الاقواس واخلي قدامه ود، اكو اشكال؟ اجري الجواها باعوا لي. وين اروح؟ اروح الاف. شنو هاف؟ شو تصير؟ هات. اوكي؟ اوكي؟ اوكي، اروح للجملة الأولى، الشطر الأول عفوا. عندي نوت، عندي نوت هاف. هلا. ما سمعت. ايش فرق عليك؟ اوكي اوكي اوكي. عندي نوت هاف، عندي نوت هاف. بقولها منفية. بس اخلي قدامها ود، صارت ودنت هاف، ودنت هاف. مو شرط ترى تكتبيها مختصر، كتبيها ود نوت هاف عادي. وحدة ثانية تقول صار الحين مايك نوت هاف، كيفك؟ كود نوت هاف، هم كيفك؟ اجل الجملة الثالثة مهمة جدا ودائما تجي بالوزاري. خلينا نسولف عليها. عندي اف. ما طول كان تصير كوت بالماضي. هنا اشيل الاقواس واخلي ود، يعني صار شنو قدم؟ شو الفعل على الفاعل؟ اي نعم اقدم الفعل على الفاعل لان عندي علامه استفهام. فعلامه الاستفهام اقدم الفعل على الفاعل. اوكي؟ نروح للرابعه. الرابعه مهمه لان شاب عندي اف وعندي سي. سي سيس. اه نعم. الثالثة ولا يهمك. عندي كان صارت بالماضي كود، انتهينا من عندها. اوكي؟ بالشطر الأول، بالشطر الأول عندي يو، حسب لازم أسويها يو ويت تشوز، صح لو لا؟ حسب القاعدة، فاعل ويت زائد مصدر. زين بس أنا من شفت أكو علامة استفهام لازم أقدم الفعل على من؟ على الفاعل، لازم اقدم الفاعل على الفاعل، فشنو صارت؟ صارت ود يو تشوز. واضحه؟ تمام. نجي للجمله الرابعه. الرابعه عندي سي، هاي لازم انا احافظ الافعال الشاذ، هذا بابا فعل شاذ. سي بتصير سيد، سيد هاي حفظوها، هاي دائما يجيبون الفعل. الناس عبالهم قياسي، هو شاذ. صار سيد. الجملة الأولى، الشطر الأول، بس أشيل الأقواس وأخلي ود. واحد ثاني يقول أدي أخلي مات، خلي مات كيفك. واحد ثالث يقول أدي أخلي كود، خلي كود. أجل الجملة الخامسة. مهمة جدا الخامسة. شو عندي؟ عندي بي يو آي. قلنا البي شو تصير؟ بهاي الحالة الاستثنائية. وير. صح لو لا؟ تمني. هاي الجملة الخامسة تمني. اوكي؟ زين عندي نوت اسك، اشيل الاقواس واخلي ويت، صارت ودنت اسك. اوكي؟ اجل السادسة. عندي اف. شنو هذه؟ هاي وير. الماضي مالتها شنو؟ وور. لازم انا احافظ الافعال الشاذة. وير. وور وور. ول قبل اطير الاقواس واخلي ود، صارت ود لوك. اجي للنقطة السابعة. عندي اف، هذا الفعل قياسي بس تضيف له دي، صار ماضي. وهنا اشيل الاقواس واخلي ود، صارت ود بي. اجي للثامنة. هنا عندي اف وعندي بي، ما طول عندي بي تصير لوز لور. زين شنو عندي؟ عندي هي، صارت ووز. والاولى اطير الاقواس واخلي ود، صارت ودنت ماري ميل. انتهت. ومن هذين الجمل يجيبون. واضحات لو لا؟ سكرنوها. يلا خل اعطيك، يلا سكرنوا هيك. حتى انا يعني خليت لكم الافعال الشاذه حتى تعرفونها.
سكروا نوها. هاي الست نقاط سكرنتوها. سكرون السابعة والثامنة هم سكرونوها. يلا بنات باعوا لي اجالي هذا التمرين تمرين سي. شو كتبون لي علي هاي الملاحظة؟ نأتي بالتكملة من عندنا. نجيب التكملة منين؟ من عندنا. نجيب التكملة من عندنا. تتذكرون بالمضارع شنو كنا نكمل؟ كنا نكمل اذا انتم ما ناسينها اي ول بي هابي، صح لو لا؟ هو ما نسيتوها. وقلنا بالنفي اذا جملة غير ايجابية ول بي ان هابي، صح لو لا؟ هذا اعطينا هذا الحل لمن؟ اعطينا هذا الحل للي ما يعرف المعاني، صح لو لا؟ هنا شوف ايش نسوي. I would be happy سويناها بالماضي. والثانية إذا شيء مو إيجابي I would be unhappy. هسه أكو مشكل؟ ماكو إشكال. خلنا نقرأ الجمل. If I had my own car إذا أنا أملك سيارة، هو ايش كاتب من جملة؟ I would take my friend on picnic. أنا آخذ أصدقائي بنزهة. شيلوا هاي وخلوا I would be happy. تصير صحيحة لو خطأ. شو تقولون؟ إذا أنا أملك سيارة أنا أكون سعيد. العبارة صحيحة لو لا؟ صحيحة. ماكو إشكال. أجلي الثانية. If my father won a million pounds. إذا أبوي ربح مليون جنيه. أنا ايش كتبت له؟ I would be buy a big house. أنا راح أشتري بيت كبير. سووا I would be happy. صحيح ولا ما صحيح؟ لو واحد ربح مليون ابوه يكون سعيد لو ما يكون سعيد؟ انتهت. اجل النقطة الثالثة. If I had one wish. اذا انا عندي امنية وحدة. I would travel around the world. انا اود ان اسافر حول العالم. خلوا I would be happy. تصير لو ما تصير؟ هم تصير. نجي للجملة الاخيرة. اذا انا عندي ثلاث امنيات. أنا إيش كتبت؟ I would travel أو C أو B. I would travel لإيطاليا، إيطالي. I would see Eiffel Tower. أريد أشاهد برج إيفل. أو I would be pilot. أو أود أكون طيار. ثلاث أمنيات. خلوا مكانها I would be happy. تصير لو ما تصير؟ واحد يقول لك يابا يا بطل هاي عندك ثلاث أمنيات. تكون سعيد لو ما تكون سعيد؟ كلهن يرهمن، صح لو لا؟ سكرونوها. اوكي ايه كومبليت باعلي. هسه هاي شوفوا، هسه هاي انا جبتها ليش؟ حتى اطلع لكم الفروقات بين الثلاث حالات. طبعا الحاله الاخيره احنا بعدنا ما واخذينها، بس انا ما راح اسولف عن هيك يعني. مطيني if I see Tom I tell. ما طول مضارع شنو سويته؟ will tell. will tell واضحه؟ خليت بس will. نفس الجمله قلبتها الى ماضي. if I saw ما طول saw ماضي صارت would tell. would tell. اوكي شوفوا الجمله الثالثه. الجمله الثالثه ماضي تام، ايش طلعت لي؟ would have told. would have told. هاي بعدنا ما ماخذينها. لاحظوا يعني نفس الجمله جبتها على الثلاث انواع حتى تبينين شلون تعرفين الفرق. الأولى مضارع طلعت لي ول، الثانية ماضي طلعت لي ود، الثالثة ماضي تام طلعت لي ود هاوس أتا. هاي الحالة الأخيرة بعدنا ما ماخذينها، بعد ما ماخذينها. أوكي أوكي بنات أوكي انتبهوا لي. هسا وين راح أروح؟ لأن خلص هسا الموضوع انتهى. بعد الموضوع خلص رحت الصفحة 60 بالملزمة. صفحة 60 كاتب لكم أسئلة وزارية، أسئلة وزارية عامة. أوكي شفتوها؟ طلعتوا له صفحة 60 بالملزمة؟ طلعوا لي النقطة الأولى. خلينا نحكي عن النقطة الأولى. هذا السؤال يقول بالضبط هيك يجي بالوزاري، صحح الفعل.
مطيني قوس ويريد قوس الثاني، باعوا لي عندي ويت زائد مصدر، اذا هذا ماضي، ها فصير هاد، انتهينا. اوكي شو مطيني؟ مطيني ويت زائد مصدر، اذا هاي لازم شو تصير؟ ماضي، صح ولا لا؟ صارت هاد، صارت هاد، انتهينا معدي. اوكي طبعا النقطة الخامسة لا، بالحالة الأولى ما لي علاقة بيها. أجي أنزل 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 أنزل، أجي للنقطة العاشرة، باعوا لي النقطة العاشرة، شين عندي؟ عندي ويت زائد مصدر، عندي ويت زائد مصدر. أوكي إذا هذا لازم يصير ماضي، ما طول عندي بلاي، آه حطيت له إيدي صارت بلايت، انتهت. أوكي أوكي استاذ، اجي بعد 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 بعد، خل انزل بالتسلسل، اجيبهن واحده واحده. ثلاثة عشر، خل ارجع عليها بس خل اشوفها. لا 13 الحاله الاخيره، لان عندي ماضي تام بعد ما واصلها، فما راح ما احلها لكم. اجي الى نقطه 18، باعوا لي نقطه 18 كلش مهمه، تبين لكم الفروقات. شو عندي هنا؟ اوبن مضارع، شو عندي؟ مضارع، صح ولا لا؟ اذا عندي مضارع اختار الول، ما اختار الود، اختار الول. ليش؟ لانه المضارع ياخذ ول ما ياخذ ود. اوكي نجي جملة 19، جملة 19 لا، الحاله الاخيره عرفتها من ود هاف زائد تصريف ثالث، ما لي اشكال بيها، ما عندي اشكال بيها ولا اي علاقه بيها. اجي الى جملة 25، يا حالة، حالة المضارع عندي دونت هم الحالة الاولى، بس هنا اخلي ول، بس اخلي ول وتنتهي. اجي الحالة 26، الحالة 26 يا حالة، حالة الاولى عندي مضارع هنا بس اخلي ول، انتهت. باعوا لي هاي الجملة 29، كاتب لي if I were a king، اذا انا كنت ملك كمل. احنا شو اتفقنا؟ ما طول عندي ماضي، شو اكتب؟ I would be happy، انا راح اكون سعيد. ترهم لو ما ترهم، شو تقولون بنات؟ اذا انا صرت ملك اكون سعيد لو لا؟ خلاص اجي اكمل هاي الجملة 34، لا ما لي علاقة بيها، لأنه هنا تصير S، لأن عندي ول، عندي ول، فهنا خلي بس S الحالة الأولى. الجملة 36، باعوا لها قد عندي ود هاف زائد تصريف ثالث، الحالة الأخيرة لازم تصير هاد انت هاد، بعدنا ما وصلنا لها. نجي للنقطة 39، الحالة الأخيرة ود هاف زائد تصريف ثالث، اكمل. باعوا لي هاي الجمله 41، هاي هنا اضيف اس وهنا اضيف ول، هنا اضيف اس وهنا اضيف ول، الحاله الاولى. واحد يقول الاستاذ شاهد قوسين شنو عرفت؟ عندي كلمه تومورو، تومورو تدل على ياهو، يا حاله، الحاله الاولى. اوكي اجي الجمله 43، هم مهمه، عندي وير يعني ماضي، استدي شو اسوي لها؟ بس اخلي لها ود، بس اخلي لها ود، ود استدي، انتهت. انزل باعوا لي 46، اذا انا ربحت مليون جنيه، وون ربحت مليون جنيه، شكون؟ ما طول عندي ماضي، ايش اكتب له؟ اكتب له I would be happy. ترهم لا ما ترهم؟ شو تقولون؟ ترهم، زين. هذا الفعل خاف واحد ناسيه، وين؟ الماضي مالته وون والتصريف الثالث مالته وون، خاف واحد ناسيه. جملة 47 مهمة جدا،
شنو عندي؟ ود زائد مصدر، اذا هذا لازم اسوي ماضي. مساع قلناه، السي شو يصير؟ سيد. كتبت الشواذ مالته تذكرونه توني قبل شويه. كمل. طبعا هاي حاله الليس، باعوا لها مو تنسون الليس هنا تصير ود، العفو ول ول نوت. واكمل اجي الى جمله 55. يا حاله 55 الحاله الاخيره شلون عرفتها؟ هاد زائد تصريف ثالث، بعدنا ما وصلنا لها، اذا يصير الجواب ود هاف بكم. من اوصل لها نسولف عليها. باعوا لي هاي الجمله، ماذا ستشتري اذا انت ربحت مليون جنيه؟ ايش كاتب لي؟ ود زائد مصدر، اذا هذا لازم اسوي ماضي. وين توني كتبته؟ لازم انا احافظ الافعال الشاذه يصير وان، لازم احافظ الافعال الشاذه. اجي جمله 59 عندي ود زائد مصدر، اذا كان شو يصير؟ يصير كوت. انتهينا. اجي الى جمله 61 عندي ماضي تام، اذا الحاله الاخيره ما لي علاقه بها. ثلاثة وستين يا حالة، الحالة الأولى اللوج نضيف لها إس، حليناه هذا التمرين، والفايند تصير ويل فايند، حليناه بالكتاب إذا تتذكرون، وما ناسيني. نجي لهنا 65 جو أضيف لها إي إس لأن عندي ويل. أجي لهاي 67 عندي مضارع، ما طول عندي مضارع تصير ويل بي. أكمل عندي هاد زائد تصريف ثالث الحالة الأخيرة، بعدني ما وصلت لها. عندي ول زائد مصدر، إذا هنا شو يصير؟ أنفي بدزنت، ليش عندي شي الحالة الأولى يعني. جملة 75 ايش عندي؟ عندي وونت أضيف إلى إس، والهاف تو تصير ول، تصير ول هاف تو الحالة الأولى. أكمل آخر جملة، شوفوا قد حلوة هاي الجملة الأخيرة، عندي كود زائد مصدر، إذا كود زائد مصدر لازم أعطيه ماضي، الماضي هاف لو هات؟ شو تقولون؟ هات هات. انتهت، حلينا كل الأمثلة. وهات أكو إشكال بنات؟ أعتقد شرحناها بالتفصيل. اوكي بنات انا راح اصور، صورت المحاضره اوكي، بس شارك معكم راح ابثها على اليوتيوب واسحبها لكم. اوكي ماكو اشكال. يلا اتمنى لكم الخير والموفقيه، وان شاء الله نشوفكم عن قريب، نعيد حضوري، بس ارجو انكم تكونوا صورتوا اللي قلت لكم على السكرين حتى ما تعب، ما ناخذ وقت بالمحاضرة يعني، حتى يصير الشرح أسرع. أوكي أوكي شكرا جزيلا لكم، يلا ومع السلامة يا بطلات.